يغفر لي ويرزقني ويعطيني. سألت الله، سألت الله، سألت الله رب العرش يبقيني. الإمام أنتم عندكم موظف ولا عندكم إمام صاحب رسالة وصاحب هدف؟ حبيتوا تردوه موظف؟ الإمام ليس موظفا عند الدولة. الإمام عندما يعتلي المنبر أو يجلس الكرسي لا يعرف إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وللإمام أن يختار من أقوال العلماء ما يشاء، وإلا فلا كيف يكون إمام؟ إمام يكون مستقل، يكون حر. 300-230 إمام علاش صلتهم؟ ما صلاوش على الطائرة. هل صلاة الجنازة في حد ذاتها فرض عين أو فرض كفاية؟ إذا قام بها البعض سقطت عن بابه؟ لماذا تعاقب إنسان؟ الفتاوى درت فتاوى بل يجوز لهم ياكلوا. والبحار اللي معمرة بنساء مكشوفات وراي الفتوى، والمخامر اللي راي تباع وراي الفتوى، والاختلاط السابع وراي الفتوى، وتحرش النساء بالرجال. ما نتكلمش تحرش الرجال بالنساء، النساء ولاو يتحرشوا بالرجال الآن وراي الفتوى. هكذا الإمام ينبغي. وأن نوصل أئمة، نعم راكم أئمة، ولكن من حق الدولة تخلصكم، ولكن مش من حقها أنكم تكونون نطقاء باسمها. مثل القاضي بالمحكمة، الدولة تخلصه ولا لا؟ وتعينه ولا تعينه؟ ولكن هي تسيله ولا ما تسيلوش؟ هو عنده ماذا؟ هو عنده القضية أمامه، عنده القانون نتاعه، وعنده الضمير نتاعه. هكذا يقولون ولا لا؟ هكذا يقولون. أما أنك تجي الإمام تطرده، وش معناها؟ 200 تعلم الإمام، تعرف وش بالطريقة هذه؟ هذا نقول لك هذا وش حبوا يديروا؟ يحبوا يعلموا الإمام النفاق. وش فايدة إمام يجي يوقف لك العلم وهو في هو في دماغه يقول الله غير أنا مانيش واقف للعلم أنا، لأنه لا يجوز الوقوف للعلم ولكن الخبزة والسكنة والذراري والمرأة. تعلموا الإمام النفاق يقول لي منافق ولا لا؟ نعم كاين بعض الأئمة أنا أعرفهم ما يهمش باش يوقف للعلم، يقول لك أنا نحترم العلم، أحترم، ولكن لا يعني أنني أقف له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو نهى أن يقف له أحد ولا لا؟ سيد الخلق نهى أن يقف له. مين جبنا هذه الوقوف على الإعلام؟ وين الوطنية نتاع الإنسان اللي يوقف الإعلام؟ أنا شفناهم جنرالات سبحوا الدماء نتاع الناس وقتلوا وسرقوا، صح ولا لا؟ يوقف الإعلام ويقتل الناس. وزيد واحد النهار أنا مشيت واحد المكان داروا الإعلام، داروا النشيد، أنا ما وقفتش. كتبوا في الجريده ما وقفش الاعلام، ما وقفش لا خلات خلات الدنيا. قلت لهم ما سمعوا، هم قراوا الفاتحه تاع الكتاب، كانوا قاعدين. كي جا الاعلام وقفوا، قلت لهم ايهما الاولى بالقيام؟ صار الفاتحه انتم قاعدين هكذا يا ما متكين الفاتحه، رغم انها كلام الله، هيا اولى وقوموا لله قانتين يا سيدي وخاشعين. القضية مش قضية توقف الإعلام ولا ما توقفش الإعلام، كاين ناس ما يوقفش الإعلام، والله لو كان يجي فرنسا ولا أي دولة تكون هما في المقدمة، وهذا اللي يوقفوا الإعلام بتسيبهم في المؤخرة، بالك ربما تولي يولي هما الطابور الخامس. الوطنية لا توزن بالوقوف للعلم أو عدم الوقوف للعلم، أبداً. نقف مقام الشهيد. مقام الشهيد هذه تعمل، ما كانش شهيد في هبل، كاين شهيد، شهيد الغيب، هذه كلها جاءت من عند الروس ومن عند البدع نتاع الكفار. احنا عندنا قيمنا وعندنا ديننا، نترحموا عليه، نقراوا الفاتحة. لابد أننا نعيد إلى الأمة دينها وأخلاقها وقيمها بس نتميز على الأمم الأخرى. قال احنا لا عندنا دين وعندنا كذا وعندنا، يعني بقى تشوف الان هؤلاء ظلموا الائمه 230 ولا ما ظلموش؟ ظلموا شرعا، وظلموا بالمرجعيه تاع الامام مالك، وظلموا حتى بالقانون،
وظلموا حتى بالأخلاق. علاه هذا الأئمة الآن؟ وزيد خوفت الأئمة الأخرين بيوليوا الأئمة الأخرين ماذا؟ يتبعوه. إيه يولي كاين أئمة يقولوا له من نهار يجي نوفمبر عدوا على نوفمبر، نهار يجي الحملة جا الانتخابات ويبعثوا لهم. الإمام لا. سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحيني لأرفع راية التوحيد والدين وأسعى ثابت الأقدام بيقيني فلا دنيا الورى يوما ستغريني.